خلينا نبلش صندوق المميز، نفتح 10 10. لا لا، مو 10 10، افتح 10 اول شيء، اذا ما طلع شيء نطلع للصندوق المومياء. يلا خلينا الكلاسيكي. شوفي اول شي، خلينا نشوف الكلاسيكي. كلاسيكي ما فيه شي مثل الخلق هون. الكلاستيكي احلى شيء عندي البدل البيضة. ايه هي والحركة. لا فيكتور ما فيه شي. صندوق بس لو ممتاز. تطلع لا لك صح، هاي الهالوين، هاي البيضة كمان حلوة كامل له. الهالوين، انا واحدة. هذا اللي حواليه شو اسمه، عنده حاطه على جسمه كله شرشف ابيض. يلا خلينا، لا ما لنا في وقت، خلينا ندخل على المميزة ونبلش ونقول بسم الله اول 10. خلينا نفتح اول شيء ونبلش ونقول يا بسم الله. بسم الله. طلعنا سلاح كيو بي يو كيو بي يو، ما اعرف شو اسمه. طلعت لي القبعة، كفو. برافو. طلعت لي القبعة وسلاح. نفتح اول 10، نفتح 10 تانيين كمان ونبلش ونقول بسم الله. بس لا تنقاد، مشان إذا بعتوا لك دعوات. طلعت لي جاكيت، شو بدي بهي بعد ربي. طلعت لي مظلة. ليك ليك ليك، هدي هدي، لا تفت. إذا ما بدك تفتح هدوليك ما بيجي، ما بعتقد إنه يجي شيء أسطوري. افتح المومياء. طلعت لي شورت، قبعة كمان. شورت ما راح أظن مشكلة. إنه راح يطلع لي شي هون. نروح نفتح شو اسمه. المومياء ولا الكلاستيك؟ أنا واحدة بدك تفتح. ال شو اسمه هاي ال وين كانت هاي تبعيت، شو بعرفني شو اسمه. يلا نفتح 10 من هون، ما اعرف شوية. خلينا نفتح هذول احسن شي. ما بظن يطلع لي شيء لانه انا حظي بعرفه. وين انت عم تفتح بالكلاستيك؟ اللي راس شو اسمه موجود فيه له. مومياء. ما 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 ماكو حظ، ماكو حظ. هذا دوار الحظ عم بفتح هون. يلا 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 يا الله، كمان ما طلع شيء. اوه اوه، شو عطوك؟ اعطاني لبس اسطوري. والخوذة 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 الخوذة الخوذة، رداء جسد الجسد الملثم. اعطاني رداء جسد الملثم. نفتحها 10 تانية كمان. قولي اعطوك هذا. تشوف شو بيعطونا شو اسمه كمان. يلا 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 يلا، بلكي طلع لنا خوذة. خوذة 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 خوذة، بدي الخوذة حبيبي. خوذة خوذة. اوه اعطوني ام 16. كفو كفو كفو، مشان باخذ بدلة ثانية، بدلة حلوة. ما اعطوني اياه. نفتح 10 ثانية فرجيك اللبس اللي طلع لي. لبس الخوذة ما راح يطلع. نفتح 10 ثانية. حط انا سكيب تخطي. ما طلع لي. خلينا نشوف هون الخوذة ايش قد. خوذة بدها 550، هون 80 لبس ازرق.
تعال خليني فرجيك. ديك أكثر من 20 ملابس متكررة حسنا، تفكيك هدول كلياتهم روحهم. استرداد، شو بيجينا منه هذا استرداد؟ سرقة سان كلاسيكي. طلالي طلالي الله، مع رخصة. تستخدم الرخصة طبعا. يعني أنا أول مرة بشوف إنه دخن شو اسمه نشوف طلع لي هاي كمان 16. حلو، ايوه سكار اشتريت هاي. حلو، طلع لي هذا الجاكيت رقعي بستر حرك يا زلمة، طلع لي هذا شورت والجاكيت. حلو، طلع لي هذا القبعة. ايه القبعة، لو يطلع لك لبسته كمان. والله لو يطلع لي لبسته ولا راي افتح هذيك، ما بظن انه يطلع لي الخوذة. كمان نروح نفتحها 10 تاني. يا ساتر شايف ما راح يطلع لي الكوزة. جي انا خوزة من عي تاجعك. ما طلع في صناديق، شوف بيعطوك شيء. اعطوني هون 80 جمع، اعطوني لبس حسنا. خلينا نروح نفتح هدول، وين صار هدول الصناديق؟ نشوف شو بده يطلع لنا هدول. كهرباء اذا بدك كمل 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 على الدولاب، مش بتعرف ليش؟ راح كمل عليه عشان اخذ الفوزه. ايوه، شو بدي بهالقميص هذا؟ اعطوني قميص بوتات يا زلمه. في عندي هون اشوف وين هاي كمان، خلينا نفتح هاي. بسم الله، اعطوني 50 فضيات. شو بنعمل 50 فضية؟ طحن اعطوني هاي. شو هذا؟ اوف حلو، هذا احلى. ايه هذا احلى. المرة راح اضرب 10 على حظ ابني. رولو ما في، على حظك متشي هدول 10. يلا اخر وحدة، هي اخر وحدة. لا مو اخر وحدة. كم قطع معك من هدوليك الفضية؟ يعني مو الفضية 310، بقي لك 240. 240 من وين بدي يجيب 240 يا زلمه؟ ما بيجي، ما بظن يجوا. هلا راح نجرب على 10. بيعطوك 100. تك على نكشه على نكشه على نكشه، كم تجي الخوذه؟
يلعن حظي يعني. ايوه بدي اعطوه الخوذة يا شباب، والله حرام عليكم. أعطوني بس الخوذة الخوذة الخوذة. أعطوني مسكسين، أعطيتوني مسكسين، يعني شو التأفلة تبعيتكم؟ ما أعطيتوني مسكسين، الله هديني ما حمد طلع ايش عندي خلص شداد. ربك يلا يلا يلعن الحظ. روحي 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 لانيك، روحي لانيك، يلعن يلعن الطحطح. ايه يلعن الطحطح. يا رب هلا يا ليه رب يا رب يا رب يا رب يا رب. يا رب يطلع لك شيء. يطلع لي شيء ما يمكن. حتى 200 ما جمعنا يا زلمة، حتى 200 ما جمعنا. ليك إذا ما راك اشتري من الصناديق المميزة والكلاسيكية، انزل لتحت في صناديق في كلاسيكية عندي هدول صناديق كلاسيكية ايه، راح وفي افتحهم. مميزة كمان. اعطوني غناء. يا رب يا رب. خوذة. أعطوني بوت، شو بدي أعمل بالبوت؟ أعطوني بنطلون أخضر. شو البوتات يا زلمة؟ ايوه مش هنستنوك. عيبة والله عظيم، عيبة لو والله عظيم عيبة. خلصت؟ خلصت عندي هدول قسائم، خليني اعملهم صناديق. هلا انت اشتريت هنيك ولا لا بالدولاب الحظ؟ لا لا ما قربت عليهم لسه، بس خليني اخلص هدول الصناديق اول شي. يلا حسبنا الله ونعم الوكيل. بدي اعمل بهدول انا، هلا بدي احطهم اضربهم براسي ولا اطبعهم على راسي. اوه طلع لي 5 صناديق مميزة، خلينا نجرب. يا رب حلو. طلعت لي طبعة طلعت لي طبعة. يا رب افتح يا عشرات. الله يا الله. وين 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 هاي؟ وين وين انا كنت عاي؟ لك ما بدي هاي انا، وين راحت؟ دي بي لا الله اكبر. لكن شو ما عاد اعرف وين صارت هي. الدي بي مو؟ لا شو بدي بدي بي لا شو؟ هاي أدي اه هاي خلينا نروح عندنا الصندوقين تانيين، خلينا نفتحهم. يا رب 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 يا رب. عيب لو والله عظيم عيب لو. زعلت بوبجي، اشتريت كلهم مميزين. تعال تنشوف هون شو بيطلع لنا. وين دمج 32 صندوق استخدام. يا رب. اشتريت بس يا ريتني ما اشتريت، طلع لي 100 فضية.
فلوس فضية. 20 فضية. 20 فضية. يا محمد. عصبته. ما عم تزبط يا زلمة ما. اشتريت كل مميز. قاعد يجون. اوه 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 اوي. يلا يلا شو ترى؟ انا فرجيك انا فرجيك يا الله. يا رب شو بدي بهي هلا؟ لو يعطوك الشنطاية بس والخوذة شو بدي بهذا انا هلا؟ توبة ربي توبة توبة ربي توبة. شو اضربه براسي هذا طبعا يعني ولا شو الزق براس متشي؟ لك لا لا هذا حسبنا الله ونعم الوكيل. صار أربعة شو عليه؟ أعطوني شحاطة رفيع الحمام مثلا أتحمم. كمان نفس الشحاطة اعطوني فيها. عيبوا له والله عيبوا بجي عيب والله بربي عيب. متي هاي الفروجة تبعيته طبعا بدي اطبعها على وشك انت. ليش؟ وهذا تبع الدبدوب. كمان اعطوني نفس القندرة يا زلمة. ما بحب القنادر ما بحب والله ما بحب خاصة هذا الموديل ما بحب. استغفر الله العظيم. يا رب ياخذه يا رب ياخذه. اعطوني نظارة. وضع عيوني بدون نظارة شيء. مو عارف. لك والله اخذتها لهي بربي اخذتها اعطوني غيرها. اعطوني شيء ناقصني. اعطوه اعطوه يا شباب. اي والله اعطوني هاي كمان. دعم اشوف بوبجي صار بخيلة. والله العظيم صار بخيلة اعطتني نفس النظارة. توبة ربي توبة. اخر اثنين. يا رب. بدي الزقها براسك هي. يا رب خجله بس لا لا ما تخجل يا رب. اضرب على المنظر يا رب. خلصين اطلع من الشيء. ايه مو قلت لي انه شتي طلع لك ما بعرف ايش وريني. شوف شو طلع لك. على دلعونا وعلى دلعونا. شو بده يطلع لي غير الدباديب والملزقات هذول يا زلمه؟ اعطوني هذا شنطة. او ماي جاد اعطوني هذا. اعطوني شنطة خرافية لسه بتلي ما طلع لي شيء. شو بده يطلع لي؟ هي البدلة اللي عندك بتكفي. طلع لي هذا البوت هذا القندرة وهي الشحاطة هاي اللي بدي اروح فيها اتحمم. حلوة ما؟ واحدة لك واحدة لي اعطوني اثنين. لك هاي البدلة بس بتكفي والله. اخ اصدقائي
لهون كنا وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تحط لايك، تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس إذا كنت أول مرة عم تتابعني، عشان تشوف كل فيديوهاتنا الجديدة وكل فيديوهاتنا القديمة. وشكرا للمتابعة، والسلام عليكم.